تعرفوا معنا اليوم على قرية جديدة، هالقرية الموجودة بالجرد العالي، قرية متواضعة تسمع على طرقاتها التراتيل والصلاة وبتشم فيها ريحة بخور وادي النوبين. قرية بقع كفرة منلاقي فيها بيت القديس شربل يلي هو من أوائل بيوت بقع كفرة يلي بتعود للقرن العاشر. ولد فيها القديس شربل بـ8 أيار سنة 1828. بسنة 1950 أصبح البيت بعهدة الرهبانية اللبنانية المارونية يلي انتسب إلى القديس شربل. بالبيت القديم والدير الجديد كنيستين للصلاة والتأمل والاحتفالات الدينية. موجود فيها أغراض كتيرة ولوازم طبية مثل العكازات والنظارات وغيرها بتعود للمرضى يلي شفيو. أخيراً أمام بيت القديس وبساحة الدير منشوف تمثال كبير للقديس شربل مصنوع من الحجر الصخري يلي نحته الفنان جورج عون. خلونا كلنا سوا نتعرف على هالضيعة الرائعة وأيضاً على هالقديس العظيم وبيته مطرح ما عيش. عباد